بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى، وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب السارم المسلول على شاتم الرسول، قال الإمام إسحاق بن راهوية أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد، أجمع المسلمون. يعني كسو جري هذا له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كصاب سنة دذك قيبك مضى النصب شكت إسلام كأنه قال لما كنت عكران وقالوا بكران أعماش الظاهر كلا إيمان هياني واجبات كان أي سمحوا ترى إن مرة ضي قال لما يدينتي أي كل عين وحي كقبح هيا هذا اللي مرك قدم بيجي، وهذا لك صاب سنة الطوائف الممتنعة مانع الزكاء يقصاب سنة هذا اللي كان عاو وشيخ بالله وحكو سابسين يصب الله تعالى وصب رسوله بكو سابسين عياذا بالله. وقال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني التيمي أي وحوري في كتاب السارم المسلول على شاتم الرسول سيفتي قالك على أيد اللسيبي اللي قد الهيين إنك النبي عايب وكتاب مقعيس كو سابسين هذا اللي كان حكو جرى مجلد كاللبات سبحان الله كوي وطمئ لا تضبيط من هذا الكجور ديروي وحولي مركة. قال الإمام إسحاق بن راهوية أحد الأئمة الإمام إسحاق بن راهيم المروزي راهويه يا راهوية اللي بدو الله آخريا وحولي أحد الأئمة أها أي مضى مسلمين تا الغدة يدو ميت كمدة ويعدل وحالوديقا حق علمك يا أقونتي يدينتا بالشافعي الإمام الشافعي بلا تنسية يا وأحمد أحمد اسكت بقانا وأهاين وحوري إمام كاسي أجمع المسلمون مسلمين تو حيث كل راعين كل قوت أن من سب الله إله الروح آية أفلقادية أو رسوله أما رسول كيس عاية أو أما سيدفع ديدو عليا شيئا وحور من شيئا شيء حكم أما آيات أما حديث ومما أنزل الله إلى يوحي سود الدين تسأل الله كم ده أنزل الله وحل وجد دين إله أحكام تشرعية أنه ننكاس كافر بذلك وهو قالوا بهاي إله الروح عاي عياذا بالله رسول كيس عاي وحكى الشيقة أما الدين تني أحكام تقيبة كمدة الدفعي الديدة ننكاس هو قالوا وحكوا قالوا بهاي أرنك أسقع وإن كان هبا هذا ننكاس إله عاي أما رسول عاي جاي فيي أما أحكام الدين تني قيب كمدة الردية إما بالشك وإما بالامتناع وإما بالإباء والاستكبار رد ونعي بدن يدفع ويه وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله هذا المهم جدا وي أنت إله حكم سود الجو رم به دو قرسن ياي ورم ما أنت قرسن ياي حق اعتقادها يا عقيدها لكن إله بعاي رسولك بأفلق دي حكم دينه الشرع أيو دي دي ننكاسي عقيده وأمن سي اعتقادك أوقبه وحو أطر ما هي ما دام وقرع قول يفل كفر أه وقرع عي. وقال الإمام محمد بن صحنون فقيه المغرب أبو عبد الله المالكي وله رسالة في من سب النبي لم تطبع بعد وحولي إمام كاس فقيه المغرب أبو عبد الله من تلميذ مالك أصحاب تيسوي لو أبقوا لحن يشنتي مالها سجاريو ذي إمام كاس نوحوي لي أحد الأئمة أي مضق متكمضوا أها مسلمين علمضوا ذي من أصحاب مالك وليب مالك أصحاب تيسيب الغطرية مذهب كيسي رجع توس مالك وحققات ما هين لكن أرضي مالك بسيط أسوق إما ذو حققاتها يرجع وينها أجمع العلماء أبيه صعنون بأرضي مالك طيب أما سجى محمد ماها أجمع العلماء علماء وحيسكون راعين على أن شاتم الرسول رسولك الروح عاية وحن عيل لو يقان عرفا أو لغة أو شرعا كعاية كافر وقال يا هين روح أسجى نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه روح عاية وحكى الشيخة وح عاية جاي فيها شطم يصب اللي في عرف الشارعي أما عرف المسلمين كافر قال وي وحكمه ننك حكم كيسنا عند الأئمة أئمة علماء المسلمين أكتوضة القتل ودل وين أدونك الله نافي ولا غسي فيه بعض النسخ وحيقول ولبا نسخ أصل كايد صارمك وحكجرا وحكمه عند الأمة الأمة أمة المسلمين تورم بلا الأئمة فقط وحكمه عند الأمة أمضى المسلمين تحكم كوننكا كهلي وكم ضيع وحاوي القتل إن لدله وقال وإن لدله ومن شك
روحي كشكيا في كفره قال انه قال يا هي يا وعذابه العذاب والنار قواره يا كفر اسباب قالوا بي حكى وحكى قوان ومن شك في كفره وعذابه وحكى قوان امامك اسوق السيد اسوق هذا لكن ابن تيميه وسوقوري وحاول اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفر وعذاب كفر سدا سوي رسول الروح عاية وقال علماء أنا أذكر راعي وعيد كإله الشيء إن روح لعذابها نبي محمد روح الدباء مع عاية لعذابها ينا أسنوى جار عليه بعذاب الله حكم كزنا والقتل عند المسلمين ننك النبي عاينه قال يا هي روحي كشك يسا قال صوبنا روحي عاي جاي في انه قال يا هي روحي كشك يا كجوك سا قال لانه واحد جهل قري قال اما تاويل قري كرو اما الوقف كرم ما انك العذاب يا مخلد في النار طيب وقال يا هي نينك كشك يا سو مرن على نكاس انه قال يا هي اللهم دي بعد التوبه لقمها الله يا توبتك انا محاو حكم او مسلك لي وقال الإمام ابن منذر محمد إبراهيم الشافعي لكن إمام مجتهد ومطلق ومرح برنامج ويهي وحول أصقنا أجمع أهل العلم عوام أهل العلم علماء المسلمين تبضا كود وحيسكون راعين كل قدوي هذا وجد عوام من دمار استعمار عوام أهل العلم وحيسكون راعين على أن من سبه رسول الروح عاية القتل إنه إن الدلبة صارا على أن من سبه رسول روح عاية كحد قد بدش زوحاء حكم كواجب كي ومدين وحوى القتل إن الدلو أدونك الله دافيه وقال الإمام أحمد بن حنبل وحوري في من سبه رسول كروح عاية وحكيري يقتل والدلي قيل وحالويد أحمد واللويدي في أحاديث ما أحاديث فقلت من ننك أسئنه قال يا هاي أول الدلها يون لدين قال نعم أحاديث كربة ودافتي منها وحاكمده بالأحمد يري حديث الأعمى ننكر إن دولها الذي قتل المرأة هويني ذي الدليل النبي عايدي هويني ذي مركة ذي ميدة وقبي وإلا وعلو في عنو دشو قيمة بضان يا نبي وحكشكتن النبي فرح كقاد بإن دولو أها هبينك الدنبين النبي وحكشكتي انتو تطابطي بمركة مرجن أيو علوشك أقرب تبيرك كلي ألكا وانا انتو كقابطي وعسكضي بنبرك كبحي مكاس النف بحض مركة نبي محمد روحي كأقبح واسد أسوي غرفة النحارث ولا شيء بساكد لي وصغر لا لا طيب انا بقول حكى شيخ تي سيف ملح كوكوي مركز اموسي ويلا لي دشيب وحنا هي هو يدا نروح دلوان وقرنا انا ويا دلي قل يدرس المال واي مرمين باد دلي يا اوكو اهي وابتقود باد دلي واسلانتي اللي دلي دوال كيد اسقى بدلي هاد مركو كيا بويلا شو ابتقوا انا تذكر الله اياه يا وحول ما مقليسن ها هو يدا انا دلي نبي انا لك رواي مركا نبي قلت جين نبي صلى الله عليه وسلم أي نينك أسهوش وسمي وأكون سعيدون كنا مرضى ما هذا الكرتان وركوا ذنك حرية نبي قال روحي كعك بحوا جاء هي آخرية أدون بق الآخر ومعدم في النار مخلد فيها أدون كنا وإن لقسي فيها أدونك أما قال هالنقض ذمة أما معاه هالنقض أما مد إسلام هكون محابسون وبيناد وتوج هالنقض صوبناها روحي وحكاش عي وحكعب أما ظاهر بكوا في عرف المسلمين أما حتى سربابة ولا دلها هي دون كلا نافين هي نين والب أنتوا أول نين قول حب جلية نين باقد إيه لها أبتا نين لبوكو كويو أنتوا شيل مصي كود لكي مع النبي وحكى شيء جاي نما كأدون كان لغسي في يوي سبحانه وإن إلهي سبحانه وتعالى وحولها وإن لقاك بحوي من حديث العامة الذي قتل المرأة في السنة بحديث كجرة وقرنسة وحاكم إذا أدلة كنت مذي آثار الصحابة وقول ابن عمر باكم إذا وجد من شتم النبي قتل نبي قال روحي عاية والدلي نبي محمد بس ما وأنبيض ورنبوي من محمد إلى آدم عليه الصلاة والسلام أنت إله النبي يا رسول صلى الله عليه روحي عاية جائفية قتله وأنه كافر وواجب وإجماعه استتابته بخلاف كتاغين هاي استتابه هذا التوبات كان ملقا أقبلها يا بلسكوها يا موية إنه قال يا هاي أول الدلها يؤمرا ملها بعد الاستتابة إلا دل مواجبة مسماها بخلاف كتاغين من شتم النبي قتل وحاكم ذوك لو عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس يقول وحولي أصغنا يقتل والدلي
وقال وحول أبو عبد الله في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل أصور ويلك أصور على رواية يسمرك أبي كورا حول لا يستطاب الأساب أو الشاتم للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء جميعا لا يستطاب وكافر يقتل محايل. إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قتل رجلا شتم النبي ولم يستبه نمم خالد باوحود لأن النبي عاية وحد طوباء أنا موسى ويدين جماعة من أصحاب سيدا يلي طيب آثار تخريج كذا الله أقول سالم المسلوك حاشية دي سمجلة لباد صفحات 8 سيدي إلى وحكة دنبية سالم المسلول بوضل كاكوجرا فتأمل أكبر الشيخ رحمك الله آثار تنكبضا باكوت محوى مصنع محوى أسار المسلول على شات الرسول وأذف ربضان يا أحاديث يا أدلة قرآنية وأذف ربضان باكوت من كتاب كاس وأنا من أحسن ما أولف هذا الموضوع إطلاقا إلى يومنا هذا أمرك الله مراجع كتاب كاس فتأمل أكبر رفيري رحمك الله الله أكون حريستي كلام إسحاق إسحاق هذا الكيس سفع عن أدوغو ابن راهوية يو نقله قرنت سوقري الإجماع إجماع أبو سوقري مسلمين يسكون راعين ويسكون وافقين على أن من سب الله إله الروح عاية أو سب رسوله أما الرسول كيس جاء في يو وحكشيغة أو أما سدفع ديدة أو نقه علية شيئا وحون حكم أه ومما كيك مذا أنزل الله إلى أسود جي فهو كافر وقال يعني معايا لإله حكم كسي شرعي سننكي إن يركه صدى أما الدفعية أما الديدة إنه قال يا قرآن قرآن بعدي فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب إذا النفي كان شرعي قد هو النفي المطلق والنفي الشرعي طيب نفي الحقيقة الشرعية لا نفي الكمال ولا نفي اللغوي ولا المجازي أو شيء يقول لقيني وإن كان ننك هبا هذا دين تقيب كم إذا الدفعي إيه كامتناعي أما النبي عاي أما صبناه عياذا بالله مقر مدعا من سنة رميسان هنقضه بكل ما أنزل الله إلهي وحو سود جيو رمبه دور رميسان هاي عين محمد الله وهي أما إلهي وحكا الشيء الله وهي أما دين تانا قيب كم إذا أوردية أما الدين رمينا أهلها كدقي رمي قواسونا لي وأرغن عربيات بور دين ما وكافر بالله العظيم. طيب اسبالك اللي رسوله كان ديري معاوسن اشولها كوجيدي سدول كو حقيس ني وين باتي كور قاد واسننا محمد امو ديني شيك عربيت با الى تيمد بكوري السلام عليكم اتري عولي ورك عربيت والله تيمد هود هود ما لو بريي سيتي نو زوما ابو قبل الله باي ورسلات وا شيك عربيت فجسياشي محمد زاد برو دن باسا وبنا جنراليسي كورنيليسي وخي لا شقين جرو دن باسا وبنا. طيب ما بو اوغلين با راشكا كوسو كاجي دغه لا غا سو كاجي قلبغا دين عيب يا كو جيرته غبيغودبا وان كان مقرا بكل ما انزل الله يتبين لك وحا كو عدان ان من تلفظ روحي كو هدله باللسان عرف كيسا كو شيغا بسب الله اله عيدي ستعالى او بسب رسوله اما الرسول كيسو عايا فهو كافر نينكا انو قال ياهي مرتد كبحي كان نقضي عين الاسلام إسلام كأنه كن غيبا لقوع عدي وإن أقر هذا الرميس ناضو بجميع ما أنزل الله إلهي وحسود دجيو رنبها الرميس ناضو وإن كان هبا أهضو ننكاسي هازل مت كفتمهاي وأن كفتمهاي معي إلهي بلغو كفتما ما أفلقا دصو بني النبي محمد بلغو كفتما ما حكم شرع الدين الذي دي بلغو كفتما. طيب شيئا أكتظى ما قام بكالا هاي وإن كان هبا أهضو هازلا مذ كفتم يدل ليليا بذلك أرنكاس لم يقصد أن أجيد معناه شيئا معنه سعي أو المجيد حمان كما أهين. طيب بقلبي قلبي يسا قاعدة مهمة أي أيوة ماشي شيخ كبر رجينا يا دعانا سوى كبر رجية شيخ سلام تيمية لا بضم كبر رجية الإمام الحافظ قاسم بن قطلوبغة الحنفي تلميذ حافظ بن حجر رسالة كألفي ليلى من يكفر ولم يشعر من يكفر ولم يشعر نين قالوا بأسوغن أغي دين تكبح وانا قوى مرتد قوى وين اسمان أغو كتاب رسالة قوى الله قوى مخطوطة وإلا مطابع حسب علمي. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية وحول وبالجملة مركو أراد مرجادة إيا جهميدة كسوها الله باب بعشي وعقيدة السلف الصالح في مسائل الكفر والإيمان وكان نقاشي وحوجري وبالجملة قبل وحاوي
هذا القول أرشه. فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك. ننكي كوها الله وحق قال لماء أما الصمي فل قال لماء وقالوا بيا أنت سخو قالوا بي وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. محايا يوسن أقصد بإنه قالوا بي خير دون بيقاهد قال لماء مجيد هذا يكوت الله. هذه إيمان قلبك هذا كجر وتعظيم إيا محبو إيا الرومين قلبك هذا ودعي إلهي مضان عايدين نبي سوى حكم الشيكتين. طيب نبال قبات واد قور على محاود وان شعلا باتر ننك أندي لو وان شعلا هاي ميالا قادة قيسا ننك أدي شد إهاني ستي يا وان شعلا هو أد بنو شعلا مسكين إزا اسمه كيريزو يعني وموقته فلك هذا وحبابين واحد شيكانيسو أقواش أفعاش ودال على ما في الباطن. طيب إلا وحى قلبي كجر وشيء باطن أنه مؤغن إله باطل عنه علام الغيوب. لكن الأفعال والأقوال وحي كتر جميسة ما في الضمائر والقلوب. شوق مرق وحوري ننكي فل إيا قول قال لما أكوها الله أما الصمية إنتا شكو قالوبي ولقي ويسن أقصد أو سني يسن أو سندون أنو قالوا محاجرة أحد قال لما أقصد أنه قالوا بدوني يا بس كير بولي صار من المسلول مجلد كلابات صدح بقول صدني السقال بهذا الكاكجرة مر لبض حولي أن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. رسولك إلهي يا الله روح عاية كري هسبوا قالوا بها ظاهرا في أحكام الدنيا وباطنا في أحكام الآخرة وعند الله وعند رسوله وعند المؤمنين جميعا لك لقادم هاي. إذن وكافر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وكوسو قابي ننك إلهي عاية أما رسولك سعاية وقال وين كوري هصبة ننك إلهي عاية أما رسولك عاية عيدا إلى حاران تهدودون ها أقادو ها أمن سنادو وعنو حاران يهي ون رسول قال عايكر ون إلهي اللي عايكر ها أمن سنادو أما هبا نيستو ها تأويشدو أما ها هل ما سنادبا. طيب ننكاس هو كافر ظاهرا وباطنا وأنا مذهب الفقهاء ومذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. مجلد كصدحات سقال بقول كنتن يلح بكجر هذا الكأسارم المسلول يؤدم بيا ابن قدماء هذا الكلاميد كله في المغني مجلك الله يبتمنا هذا يؤدم بي في كتاب الحدود باب الردة وكذا الله أصل المهم والتلمامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عند أهل السنة والجماعة أصل المهمة أيوة التلمامة هي أقواش كفر جاء يا أعماش كفر جاء الله بالله قيبية الأعمال الكفرية والأقوال الكفرية لبن نوعوي أعمال أفعال أقوال تعتبر كفرا بذاتها أو بجنسها وصاحبها يعتبر كافرا ومرتدا قصد أو لم يقصد كان ذاهلا أو ذاكرا. طيب هل تأويش يمسن تأويش أخطأ أو تأول هول نوطة لما هديب اللقوء هذا فل نوع عاز إنو سمي أما أوكوها الله وكافر مرتد وقال اعتقد أو لم يعتقد تأول أو لم يتأول أخطأ في التأويل أصابه النوطة لما وأنا أقواش أفعاش التي تناقض أصل الدين. أصل الدين وحل وجد ما يناقض قول القلب وعمل القلب الاعتقاد والانقياد. نبي محمد إن عايضه صلوات ربي وسلام عليه أود جاء إفيسو حق أن أتعيش مسكينيسا أبدا وشيء مستحيل أوي إن قرصة النبي قال ليدو حق أن أترى إن ده كان كتش على هاي على الرأس والعين نوطة واتمنى عسكيري ميسو إن الإله الرميسي أما النبي قال الرميسي اعتقادا القول القلب من وجهنا حق أن بين سوح الشيخين مسكينيسا نبي محمد بين ما كسمه بين بو شيخين باتر عياذا بالله مسكين إذا أبدا وحدع كرمها. إذن أقواش أفعاش التي تناقض أصل الدين وهو ما يداد قول القلب وعمل القلب روح كدعك كصب كسب الله تعالى ورسوله.
قذف المصحف في القاذورات والحشوش بل خطورتي وادكو استاكتي إلهي بل عايدي دين تي سي بعد حديثي كتاب القرآن كواتر لغو رقم مهاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء بعد ديني سي إلهي بعد كهذا العلي سي أبدا نبي قال أقع عن قاضو واد شيء نبي دي شيء أنا وأن جعل قور أبدا أفعاش النوع عاسى التي تناقض أصل الدين لأي مهاي سواء اعتقد أو اعتقد التحريم أو استحل أو تأول ابن تيمساس وقجده إذن مرك وإن فهمت مرك أي أيما دعوة نجية كليه نينك كردعا شرك أكبر كأن لا يعذر بجهل ولا بتأويل قصد لإيه ما هيو العلم لإيه ما هيو محايا لوحي آت قصو قشي الدين تبا بد برنيسة لا إله إلا الله باطل لا معبود بحق إلا الله وحاد أنفدو الديد جميع الطواغيت والمعبودات الباطلة وحاط رميسة صاد نوشيك تي إلهي كلقي إن عبادة ليه إسلام مركينا وحاط ثمينيسة ما يناقض هذا الأصل شيخ عبد القادر بادبري أولياء دبتا قنتاي إذن لا يمكن أيما دعوة النجدية وحكوليين هذو سما جمهور العلماء رأي أوصن أهين با وحكوليين شرك القبوريين والصوفية شرك قوضو هي كل من وقع في الشرك الأكبر جاهلا أو متأولا أو مخطئا لا يعذر بجهل ولا بتولى ولا بخطأ وانا كافر قبل البعثة وبعد البعثة لأن هذا يخبرنا يا عمل القلب واعتقاد القلب وأصل يناقض أصل التوحيد ما أخذ كما سلوى هالكاس ومن الأعمال والأقوال ما هو كفر بذاته أو بجنسه لكن روحها ضوكو خلدما جهلا يعذر فيه لو يعذر داري وإذا تأول تأولا صيغا لو يعذر داري بعد إقامة الحجة أيان لا تغفير كرا عينا وأصوش يا أقواش يا مسائل كلا تناقض أصل الدين بمعنى عمل القلب أو اعتقاد القلب أن تابني نو تفصيل كاس أي إما دعوة نجدية مران وأنا أصل كدو ابن تيمية وحنا أوتيريا وكاد إنه مرة أوتيريا محوها جميع الفقهاء وصائر أهل السنة والجماعة تفصيل كاس كجرا ما دعي كرتو إلى النبي محمد عايده أما إلهي عايده أما كتابه القرآن كاد كوي استاقته أما أصحار أسكا قطرته أما أتكو كاده طيب حقا نآتر مايا ما بغنى يسان هايو قلبي يكو مجرته وما أمن سني لقادة يسان ما هايو إنا كوشتا شستكور ودي الله كوشتا شست قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنما كنا نخوض ونلعب بلادين ها مجادا او لاعبا او هازلا بالو باباشي انما كنا نخوض ونلعب وانو دنبنا ان وان شيكيسنا ان وان اسك عيارني جد كان كو دافيني ها ساوي حديث من قحب نغاها الى يحيي قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ان عيار هيين او كفتم هيين الهي ما انكرني سبحانه وتعالى والله سلم ولا داي لكن حوي هذا يناقض اصل الدين الاستهزاء يناقض التعظيم والتوقير والتبجيل إن الإله هو ينيسه والكتاب كيس هو ينيسه ورسولك جعش هاي وأرتاد ومقان يمنع كل هاي ينا كتش سو ضياسته ودمعه كل اللي جه مسكين إذا أبدا إذا صاصا لو اعتبار لا قصدا ولا الإرادة ولا الجهل ولا التأويل وحبا أن لا تعتبرين قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أصل كاسو شيخ التلمام هيا طيب مر بينه إن شاء الله تعالى مثل هذا السبع مشرح دونا لكن هذا أنت أين كوكا بقى بينه يا نفس الشيء نفس الشيء شيخ أمثلهم بنقرب أمه هي إذا حصل معها أمثلهم بنقرب دين تروح عيا بقى درم بعد دين تدنى روحي عاي روحي الله عاي واسكمت هل حكم روحي عاي دين تواسكمت من كفر بحرف من القرآن فقد كفر كله ومن كذب الرسولا فقد كذب المرسلين كلهم ونفس الشيء ومن كذب حكما من أحكام الله أو صبه فقد صب أحكام الله وكذب أحكام رسوله واسمدوه أمثلا أجدنا مسائل النوع عاصى إسكاء إلالية وما أخذ ولا ده أرنا يمرك من وقع في الشرك الأكبر وحلو عذر داري بالتأويل وبالجهل بل لو عذر داري مسألة ليس نساء فهن سنة
هدي فهن سيهين وحوار كان إني تلم ألا مرة يمحوا فترات يهولا نعازة أصل كاسي أي دعوة نجدية كدولا يجمر العلم وحالا غير بين يكوس حيين طيب وانا صدق أبضان وإن يكوس حيين بأبضان طيب وأنا وجد ما مسألة على غنى قاشة لكن قاعدة قود ومصلى مسألة حق ليس ما يناقض أصل الدين بيجليس مثل مجلس والسوق منكرة لكن هذا أصل أنت إن ما يناقض أصل الدين قول القلب وعمله أتسلمته هذا أترى الروح الوعي داري بجهل أو بتأويل كيف يجهل سوب المسلم كوي هاي إذا كان يجهل هذا سوى مسلم كوي هاي ما أصحن بقى توحيد كشيء بقى من كأصحن بقى أصل الدين وحل لو جد وحوي أدادا أنت بالرميسنين أذن أغين إسلامنا بقى ما أصحن بقى مركو يسن كأصحن بقى كافر لقواوين وبين شيء بقى ضايد بقى إذا مركو وحن كين النووي مركو قل يا وحيد استحلال بالله شرطيا ابن تيمية وكوك استحلوا هؤلاء وجهمية مرجئة الجهمية وإن لم يدروا أيون أغين بيدح فريستين وهؤلاء علماء من كل عيون ركبة يدح فريستين وي سي ولاد محو آية هرجيس كقل قليو كلي أصونا عود نجم نبقى عاية حلو فرنا استحلال قلبي عياذا بالله وهذا وأرد مذهب للمرجئة الجهمية عياذا بالله مرحبا أخطأ في التأويل بأنه كهل إن كاس هو الخطأ في القصد قصد القلب ما هو قصد اللسان روح عن قلبي وسحودون إنه إلى هذا إله وحنان وأضن أنت ربي وأنا عبده عرف واخل ضمي هذي قرائن آية الله له كافية روح إنه عرف كيس بوبي ونعذر دارينا هذا لكن أن لهين وح قرائن أي أدلة شواهد تصيزة عرف إنه روح كبوب عايد أوصل رب عايد وكهل له أن لهيني ولا دلي هذا كسم حلقة وقادم هاي وكافر مرتدى يقتل لحال الله صار هيا لأن أصغى شيكتي إنه سن أجيد مخراتنا ما هي لكن قال لي منه كهل لبن هبنا والأصل والقصد والاختيار إنه دورتي ونقصتي بأصلة أصل كإدعاء سلوك برن ما هي هذه لكن قرائن هي شواهد خارجية سيدنا النبي وقام مخراتك على أضون كاس وحدون إنه جد هذا اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك إلا هي لنوع عاصك لما يأصل قصيدة سوي حديث كاس ضدك اللي قوق هذا النص عدي أما شواهد كان الله يبا يؤديه هاي لكن ميتك الصومالي كا أما أفريكان كا أما عرب كا أما مسلم كلا النبي كعاي أما الرسول كعاي أما إلهي الدين كسعاي كدمي لي أمانا قسطين لقد قيسن ماي إلا بشواهد وقرائن لا حد الله صار هاي فرق قاصة أدحية سؤالها على صوق قابي فارح وأضم بيا مرحبا حكم كالدين إذا يفنى درت نكو على قالوا لكن حكم كخلط بيوفي نك إلى قال ما لكن حكم كأحكام تلاه اللي فنها إنك كحن صاية جديدا وكافئ يمرتد وي سيد قوليه ما رسوتك مظاهرة هذه أحكام تحرابة اللي قفوا لي نمن كريم هؤلاء مرتدون ينتوتو سنزبن كقوليه تورنتو كم مظاهرة هذه والي مع غوبرناتوري اونتاريا غوبل تورنتو يكوتا لو جوغي وحول المسلمين وحنو بطل مشاكل كودي محاكمها فرتين الحواله الشخصيه اسكو معموله طلاق النكاح لحلك هولها أيوه سكو حكم من قضاة ضد أننا قام شرسينا إن محاكمها فرتين هولها كلام مركا عن جوينتي هولها اسم ممنوع لكن أنت كلها وتين قال كي أنت أقول هذا شعوب إسلام شجعان باكم مظاهرة تورونتو رمى مظاهرات وعند إسلام كان نقطة بوضان إن نود أمريكا نقطة بوضان وحن كقصو عارنا بري أفريق هي مح بري قد حنو جدا طيب بان كقصو عارنا إيش يعني كقصو عارنا حجاز بان كقصو عرني باكستان بان كقصو عرني نقمت دبين كيني كرتان كوبرناتوري وادا ريدي مظاهرات كوا ريدي سياد مسلمين تا حرية دون كي قصو عرني دين تان خريبين ايداد كاعمان قرعزة اغو قدبا كنتين محوها هاي نود امريك تدن سمن كي مظاهرة دي وقال لي ويدي كل هوس تانك حريق انا وكان جوا نمان قال لي ويدي وحاني كل مرتدون وي حكم شرعي الهي نين كم مظاهرة دي حقا اسلام موجوكتا ايدي دن يحتج
ضد كتاب الله وإن يروا ولب قال فصحيا قال كدين تدينا ورانا ومشاكل ونغبا طي إسلامك وهولان حلق وكف عن الطلاق والنكاح والميراث يهولها مشاكل الزوجية الأسرية إسلام وحقوق دامجر إذا قلت كم عمل أنا قد ماني هديك لأنك ما قد قبطان لبصن وشنسن أم بيأمبيل يرعفان يا محكمة عنيزة وضماني زان عروتي هوينك باك الله تجي غير كي بادومي محكمة نفرطة مركه وحاوى يضط كنوع عازة هلا إسكا إلى لي وركض وركا كواس وكوم مربع فافاين دون مثلا إن شاء الله كهذا أنت أس تنبيه ما نوجه ذي وحلول يا قسل ما شرديه وإن كان مقرا وإن كان معتقدا وحاوي أن هذا يناقض أصل الدين. طيب فلا اعتبار بالقسط ولا بالعلم ولا بالجهالة ولا بخطأ في التأويل أبدا. كما قال الشافعي سيد الشافعي رضي الله تعالى عنه من هزل روحك كفتما أما كل ديلة بشيء من آيات الله وحونك مذا إله أحكام آيات هنا وأحكام الله ورسوله فهو كافر وقالوي. فكيف كورا بمن هزل روح كل الليلة أو فوضيست بسب الله تعالى أو بسب رسوله. هذا كان حكوجة صارم المسلول هذا كان ضمبي مجلك صدحات السقال بغول كونتاني اللح. ولهذا صادرت يقال الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية الحراني وحوري قال أصحابنا وغيرهم حنابلو إيا غير كذب وحيد هذين المسلمين تعلموا ضمبا وحيد هذين من سب الله كفر إله الروح وقالوا بها مازحا كان كفتنيا أو جادا رب كان نقطيا أما هذا الديلو أما ربها كان نقطو أما محوها كفتمو أما كسها كان نقطي وقالوا بها لقوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن تيمية وحوري وهذا هو الصواب المقطوع به إن شيء كفرك قولك كفرك أي عملك كفرك أي يناقض أصل الدين أن لا يعتبرين مزح يجاد أي من ضم أي قصد أي قصد لا من ضم أن لأيقين والصواب المقطوع به وصير صوابك إلا قامين أي سبحان الله إنه الشيخنا يفضل أن نكون جرا مجلد كصد حال صارم كونتون يلح سقال بقول كونتون يلح إلى سقال بقول كونتون يتضب بكجرا. ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى هذا الكسام نراغوية أجري أنت وحصوف فسر سبي حور بعض فسر أو دفع شيئا مما أنزل الله سبحانه وتعالى. ومعنى قول إسحاق نراغوية رحمه الله تعالى أو دفع شيئا مما أنزل الله أمدي ذا أو نقوع علية على جهة الشك أو على جهة الاستكبار أو الامتناع لبضوان نقضاي. طيب أمدي إذا إلهي أحكام سقيب كمذا سيدا عرب أي عرب حكومات العرب وحيدنا أحوالها شخصية وأقول الله طلاقي النكاح إيه رحلك إياها وأقول الله لكن الحدود نينك خمراء عبي إلا شابوه. طيب نينك وحدة إنك عند اللقويه نينك الزنيست إلا كرباشه أمل رح لقد له هدو محسن يهي قاطع طريق إن لقوقه إنما جزاء لن لقوقه تصويف ليان قطع طريق يا محاربين تي والله يا محمد الله يا سياسي وحكم سياسي ما حكم ديني كل سوق ابقى هيا رئيس سعود كاد ويلا يا فلبينيين تي بنغلاديش كي باكستانيين تي صومالي حو باصبرها فيق اصمي الدعس كنت يقول انت براك بوكتا يربط قدرة سوق الصحيفه انت كقبطان بين لايان جده انت كوريان بين جران انما جزاء الذين يقوقوا يحدوا الحراب اللي قوقوا فيها محايا لي نظام كودي يا سلطنة ذودي يا بقرطية باختر جليس ويدو حتى لو يدي قليها مخدرات كقرية كينة يقوليها تزييف كالسمية كورما كل واحد يقول راعي الله يقول والله جره بدون استتاب ابر لقده هذا حكم سياسي حكم ديني ما حكم ديني ما محايا لا حكم وديني هاي كوا كوا وين ما ليست وزيرها الرئيس عود إلى كفرية صراحة أمام الشاشات والتلفاز يريدين تمحى إلا باطن سنة كهر وحل غصو الرقمي وعصر الحجر ما أنت الرئيس عودان وما دين توالي سوى تجابي عصر كي لسعون وإذا هذا عصر المحاول مرينا الكمبيوتر والفضائيات والأقمار الصناعية وزير الصناعة سيدا يري. طيب ماذا يا كميد حول الله والشيطان ووجهان لعملة واحدة إلهي الشيطان
وحولوا وون يا مدح مسحرش مدح عندي جر معه أنا وعندي جر وون يحرش ميها مسحرش مسحرش مدح أبوها حرش مدح هذا هدي وحولوا وجهين لعملة واحدة العطف اللي بقمرها شنكو حقا نحقا حقا حقا يلا مرك إلهي ويا إبليس يا شيطان والله أسكم يدبر وان هل شنن والله صوركو يا لون بقرض ومرض ذوي لا طبعا ما هي مثل فيلبين أما الصومالي وسقراط قاتو قيسي بحقوق بكسين إنما جزاء والله قضايا قرت اللي جينا حاز واحد واسك حكم سياسي كرسي ذكو إلى الشدا شيخ مركو حقال أو دفع شيئا مما أنزل الله لمن كان مركو دفع بي السمايين بان أقول جدايو أحكام الشرعية قيبتا إيوا يقود دانيسان هايان أي كرسي ودكو إلى شنا يعني ويفو ليان قيبها كان والعصور الحجرية حدودة عقوباتك أوردان با ولا بدل إنك وحضي والله حرا يلا وصلوا سند لحبرود غرامة مالية كي زنيستي ولي بلا سود عويي زنيدو وين القفصتاي هذه لكن سلانتو يدو بمعاي أقشاي نين كان وهو شيء أنت العقل لسي لوه شيء جاودون أيقان جاودون لقسبين ويا بنانته زينه عند العرب حكومات مغرب مرت محو تونس ليبيا الجزائر مصر دول الشام أوردن كلية طيب وبعد دول الخليج كويت كوب قطعي أو درنبا كفر درنبا يضع بالوضيبة دول الخليج ما كان ليه هذا المهم نينك دونا هاي محو هاي كشف النقاب عن شريعة الغاب ها آخر كتاب اللي هذا إنك الدنيا يا عرب وحي كس لمضه خلنا قضه قال لما أما دين دراء من جهة القوانين والطواغيت إنك الدنيا يا كتاب قال لأبي محمد المقدس يا آخر كشف النقاب عن شريعة الغاب كويت بنموذج كذا قال لك وحوي مصر باصداء كتاب حقائق بأكون فيه الحقائق والخير طيب بركة نمنك دفع عقود وبنانك إسكية الله أو دفع شيئا مما أنزل الله وحوجد أن يدفع إنه ديده عليه وينقه أو أما سيرده عليه شيئا مما أنزل الله حكم كمل وحرب بسودج في كتابه أو على لسان رسوله أما عرف كنا محمد وكجد وما الفرائد وحيابها إلى فرد يريئه أو الواجبات وأسكم مدو فرائد واجبات لكن استلاح حنفي قد مودة شيخ ومره الفرائد أكد من الواجبات أو المصنونات أم وحبها الجدية إلى الصنية على الدوام أو المستحبات سمحوا آي أن توقت آين ومرمرة بعد أن يعرف أنت أقاد كذب أن الله سبحانه وتعالى أنزل حكم كان أودي ذي أما أون نقين وكسوة دشي في كتاب كتاب كيسا أو أمر أما هو أمر به رسوله وأمري رسول كسب أمري أما رسوله بأمري ولقد قال نبي محمد بأمري أما إلهي بسودة شيء طيب أو مثلا نهى عنه إلهي رسولك سوء مضى يكرر ثم أنت كده بعد علمه أن هذا حكم شرعي بعدما هو قال أيو دفعه الديدي أو يدمي وقرغ ما إنه قرن الحادي والعشرين بان مرينا بكل قرن الحادي والعشرون بان مرينا لباتني وكوبات مركز شريعة سود دكتي كون يا أفر بقوله صنع كهر حالات دانا حلقة لما صعوتبه طيب نجي معه يا صومالية ده أيدي أنتو كرسي اللي يدي يلي هو حاري وقال لهم طيب مركز سوري شرعه ما حرمتها شرعه ضنت حكم وقبه هو هنا إذا أباه يبقى صنع كهر أنت صهلا ده جيلك بعيي أنت صلوا أنا وكبعيي أنت صومالي موضع أنا قام قنبوري لسيد الإسلام ترى لك على مركز هجو سداني دون كنا مجرسن كرتان هوا شاسع ما يسيبه شرعه دنت هيدا وحكم أقبل يا دنت الرهبل طيب رجع وذاديها أركيبة جوا قبل كي كده على إيه مجال دي يحلق دعوة وان شغل لكن هذا واحد واحد بالواحد ترى ذين وذاك واحد كاستين وشغل موسك الداي ويا ثم دفعوا بعد ذلك فهو كافر ننكاس وقال مرتد وما دينته نكبعي وإن كان هذا مقرا ننقرسا بكل ما أنزل الله من الشرع فرق بأوضحية بين الدفع وبين الإقرار اعتقادك لا ينفع مر هذا عملا وفعلا وتطبيقا وتنفيذا حكم كلاه بأدي الدي استكبارا أو استئباء أو إباء أو امتناعا أو شكا انتبا أدي الدي وحاوليا وان رميسنا هاي سلام كما نقول لأنني كتابك هو مقدس شرعه هو في عيني هاي ومنزل نعنى على حبطة رميس واركم بملغاها يها واحد من آخر هذا يقول الله قال لك وين باطاي عياذا بالله
وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره. شرعي أنت سكر هذا ظهر ما يسنتها أنت كلية دي بس موين أنت كلا ظهر ما يسنتها وحاو أيام واد كقالوا بيسا ما أودي دي أوين كرت لمخالفة ما دفع وأنكر لهواه وهو الذي بكون يمت حكم كي وحكم من أذكر ربطان كان سيد هذا أنك يلمعوا حكم كالدينات يا شرعي يا أحكام دنت إذا حكم أقبور يا دنت الريبل مركل لمخالفة لهواه هو ذي سبو الدين دين تقول لقن واحد سمع بقى لو حديد يسه هو ذي وما دع عدل أصمة أوصدا يل أوصدا يل أو صنده واصدا هذو أصمة هو سوء سوق الربيع بان سعانين أو عادة أمر رقن ولها ورقن يخص الرقمين عادة تلقى يمعوا رقن عادة الخلافي عرا الله إلى ذا يدان صومالي قيبا كم بدا عادة ذريك يخص الرقم الجري أو الخلاف عرا الله إلى ذا وهذا تشريع عصب حكم عصب إلى دجنا يوي أيها القرآن سود دجنا عام راس بل وحي قوال لنا نقيس عادة الخلاف عرا الله إلى ذا خيركو حرب ولي هاي يخص الرقم الجري صاصا كنا بدي عانا مالي هذه الله خلاف الله بك عرم ما إله إلا شرك يقال لي وكفر كعرون محمد هاي اللبابية ولا الله دقال لما يوم ما نشل قصاري مس إله إلا بابي ورا اللي كي هاي بقى وكبتا يطلق ورحة اللي يجرى بكله بمعنى كفر قال الله قاطع كبتا ورحة قال زما ولقت الجليا شعبك كم كم الناس لا بأس هدي ميل إيش اللي قال يا آتك إيش الله استراء طيب أنت صمك ما هذا انهزامي أو مهما يسهيوني أو يهودية أو إليه إن في عنه قبني من أوليه لكن بريها أن نموح صوت وران كل وإنزام وي سي الله جبي وحكي ما دون نصمالي وحاويان مثل هذا المقاري يبقى لغو سيحدا محوة هاي محوة هاي إيش دخسي دنتي بقرن أو جراء بكلي دخسي دنتي بقرن أو جراء يعني منفعين مسلحين بالغادي يزيد يهود وكلي أحرص الناس على حياة إذا مركب حوي ماشان ضير بكوجر حقوق بيع بضر بكوجر وكل حقوق بيل شيلن بلاقيه الهي ورشيلن كنار هاوقلن هذا انت قد دعي هاوقالوبي واقول لك وعدي جيم حو هاي واد واد بهان هاي بخت اللوم عنو ضاد من دير كان اسك دوا وما ما يقم ني مدوي ها دي لو دي لما اخر لو دافين بكولي ما كل اخر لو غرم مرن هيا منين با لبا نفود لي ما ما يون وناغسون او غوبنيمه يا كارتي يو على ادغ الى هي هذا لك حوي مصلحه مغرب لو سيخدا تقصد انت بمحو هاي اوو جرى محو هاي ايشك قرن اوو جرى او كاسا يا او كاسا ادو او كاسا المهم اللي او عادتي اما دقن كيسي بو خلاف حكم كشرعي او ديدان محو ارسداي وحو ارسداي او كديده قونسداي عادي سبو خلاف سنيا أو عادة أهل بلده صوماليا دو حلو كرلا يا شعب كان صوماليا ده مسلمين تأهل توحيد كوا أسكون مثل لانقاب كوا يلا نديرها يكو يا دول مجرتين دي سجرتين يكو روي الفاميلي كل ود وسواسية كأسنان المشد أمام شرع الله وكتابه أبدا بوق صعودة وهذا خلاف يبوق وضع يدب وأم قبائل كصومال أوب بدناوي أوب بدناوي شعب كيري رأي اللي دول مجرتين شرع الله بقاتين على رأسه والعين ومجاهدين كلهم انت لكن ذلك بابيي او امد غميسن جيري رويال فاميلي لان دير ان هي امد كو بابيي ايا هذا لو كل حكم كقاته ان كميده قيبه كميده كلهم ما وانا هو لو يقان نبي الله شعيب وخي لو باباشه سو ما اهين لان دير ان يا قبيل با وخو خين ان قبيل بلتغي باشا ددك با بابيسا او عاده اهل بلد ما نعرك جرين ما أنا أركي جرين ما قالوا يم بيوادو إيمان هيار قوان هيار نين مجاهد أيق الله سعي والي وقدي هيار ودا دوا قال أركي سنة أنا حسد ما أهي هي سنة النبي وحي أهيد إن مقالك هست شعب كده كان حكم كله ديبه حقيقة سنة ده حقيقة تيم سنة أنا قانا وما سنة جرتا يمالي كتيميد وسنة قعنك سماي زوي كسمائي وإن لو ديبه نين مرحانا ومحو هاي هرتيا ما أبسما أما باجونا أم عورة ملا أم حوا أم قلية كذا دقي جري هدي اللودي بوداد كي من حوا هاي برع كي مت أم هرجيس كي مت أما اللودي بنين برا ويا مرك كي مت أما اللودي بنين كوم حمر كي مت يا بنادر بوق برع هاي محاجر السنة دي بعلى خلاف وإذا دابا كل سنة على خلاف سنة ذي وسنة ذي
عاديس أركي جرين ونن والبمش واسق وجوجن وقبصضاء ويكون نفبحاء نكلن وأجنبي كي يورن فود كجشو بيكون صوت وبرتين عادي بالله خلاف مركز الدجال بهاي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرى والمدن وحوا عيدا كيسي ذلك وكوك الدين ونوديبه ضدك الله قبصضاء لبابية إلى رضى عليهم الوجه هذا النفر لو جمدي بترين أو شيء هذا نظام كان النبي محمد ضد كان مجاهدين تسوها الجمعي دين تلوك سوى التي جابيه أسق الله سعدي بهم مجالين كل ودري جري يمن نبي وحود دري سحابة مهاجرين ودري يا أنصار ولا سعوتا كذلك الشام سدوا كله مكة سدوا كله مدينة يا كتلنا أسق كتل مهاجرين أنصارنا وزراء كآيان كالكاليال بك نرسم بك آيان يا عاويال بك آيان أنصار طيب لكن نظامكم نظام نبي رسولكم نظام العشائر والقبائل مجا ما فرجري يا أواس هب الأواس قابك وقبيلك ودي سين النبي ما فرق شنجري رام علو يا أواس هب الباين هو وط هو بالكين هرتوا جاي هو جامي هب الورط وط مرحان وط هبرج إنك وط قويس كستنين كيس هايستو نظامك وقبيلك ودي سين النبي حكام بترجري اللهم إن نكا سي أواس كا ونن بلاي وخرمين يا وبخيلة أو قعان أذق موي هل من النبي بدلي أو الجد من قيس الأورنجري نمر هب بني سليمة والنبي يقول أواس كنوا واقوما حدا والجد من قيس مركز سيدنا على أننا نبخل النبي الله وننفع عن لكن حب بخيلنا قعان أضيق بنكتهم النا ونكحهم النا وأي داين أدوى من البخل النبي يقول حضورك كحن كل تبخيلنا أواس يبخيلنا سوى قلم وحوي وكفر يناقض أصل الدين في الأواس ما طيب سماها إن الأوغاس تهاي حق إن البخيل تهاي ناقد من نواقض الأوغاسية وهي اسمه ما كير الزمن إنك أوغاس كا وينو قعم فرني هاي وينو جيسي هاي وينو ننديخ سيايا وينو عتكري هاي هدي شروط من شروط الكمال باجرتو معه هاي لا شروط الصحة أنا وينو روح سني هاي طيب وإنه لف وينو هما لو إيش وقبتو هاي متى جافي ومعه هاي خبريا أما أوراق كله ما بانو طيب وقابن هذا هو الجوابين كودر وضرنا هنا طيب المهم أنت أسكتم وهي المهم نبي وحنا وجه ذا نظام كعشائر تأيا قبائل كودي سينهين نبي وما فرق شن كجرين لكن ما قالوا إنك هي ما لها لقبته عيدا كقبته ما مر جري لا بد أصلنا هذه اللي سكوا خلدو وادي بنتسلق قوي وادي بنتسلق أو عادة أهل بلدي وهذا معنى قول العلماء رضي الله تعالى عنهم هذا كان أصقع ننك إلهي أحكام سقيب كمدة الدفعية أما إلهي عاية أما رسولك زعاية أما كفرك والله ماذا كرد عينه قال يهي ومعنى قول العلماء علماء المسلمين هذا الكود معنيه سوى يأيد هذه رضي الله تعالى من أنكر وقاعدة مجمع عليها الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه شرح العمدة مجلد كلابات كتاب الصلاة صفحة اللحدن يلبو حوليه وهذا أصل مضطرد في جميع المسائل الدينية الظاهرة المعلومة بالضرورة وأصل مضطرد لا ينخرب إن قاعدة لقالية مسائل كظاهر كورنبا صوم كصلاة حد كذا جهاد كمسائل كدن خمرة التحريم كذا الزنا الربا بين تحنطة مسائل كنوع عصو اسكحكم بقضانية ننك إنكري الديدة كافر وي من أنكر روحي إنكرة فرعا أي حكما مجمعا عليه لغوكل من عند المسلمين فقد كفر إنك وقالوا وقاعدة مركم عاما مضطردة في جميع الدين فإذا كان شيخ حوله هدو ياهي من أنكر النهي عن الأكل بالشمال إنك إنكري ريبد الله يسكر ريبي قعانت بحن لغو عنه وليه مريكو صوته وبرتي أما ريور بيكو صوته كاتشي أما محوه راشكو دقاها كاجي بيحل الآذى هيا بيحس وحكو عنا هيا إذا حكو عبا هيا ورادات الوحوش كده أنا من مدكتا لواقع محاك لدوي بكولي لواقع تنواقع عن تنواقع عن محاول حي ممنوعوي بكولي واروح صنن النبي محمد وي وانا الدين شرعي وي وعن سكدا وبإنكير بولا دقال هذا كافر مرتدوي بعدما علم من حكم شرعي كان يهي فإذا كان هدويا من أنكر روح إنكري النهي إسكري بدل إسكري بي عن الأكل بالشمال بيدح لهم حلقوا عنه
أو النهي عن إسبال الثياب مريها إن لا ديري أو دولك لو جيدو أن قبيلة لا دافيو إسكرب قال إسكر حكم كاسو ديدي بعد معرفة أنتو أغادي كذب أنه حكم ديني هاي أن الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم أنتو أغادي كذب رسولك نهى عن ذلك عن الإسبال وعن الأكل بالشمال فهو كافر مرتد لأنه هو حكم مجمع عليه هو. طيب النهي عن الأكل بالشمال ومجمع عليه النهي عن الإسبال وحكم مجمع عليه ما حرام با مسوا كراه لسكوها يا موين إنه يحكم الدينية دي هاي مرن ملها فهو كافر مرتد وقال مرتد وي ولو كان هوا النقض من أعبد الناس ضدك أنك عبادة بان شيخ ميل بقاري رنتي وياد عبادة هذا يو صلاة الليل كادو يو صوم كادو بضان يا ماشا سبير تكون نغوتي غرف ليت غرف لقد كون نغوتي جيلو كالي هول نوتا لما مر هذا قال ما دحفرست ولو كان من اعبد الناس وازهدهم ذلك كو عباده بلان اما ازاهد سن هنقضوا زاهد طيب يقلل من الدنيا هول نوتا لما هذيب انبياء اله الرسوشي هذي قال لما كو دعان اله لي هذا قال لما كو دعان واد قالوا بيسان دينتنا واد كبحيسان وحي عملها او دن لا تمدن وبرهيا ما حد بني ادم كل شيء يجيبه ما حد هو شرك يا قال ما اي نقطه لا محابته في الدين نبي يقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين في سوره انعام دور يتبنى نبي ما كان لا سو هادلي الرسول لا سو هادلي يا وحال ولو اشركوا كلهم ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هو شو ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله هاوش هول كوبان وينينك قال لما كودعه واو دماتين ولو كان من أعبد الناس ولو كان من الرسل والأنبياء عيدا بالأيو معصومين وي لكن واغاي ويش القورع وي دي بيو هكوكو سقاتي دي بيو ويل دي بيو ويش هلا جعليه هدي ويل لقورع دي مجمع ويال مرقا وحاو هدي أنبياء واغاي الله سوقاتي الرسل بنا آدم كلام حال مودا وي عيدا بالله فكيف كورا بوشيخ ويلي بمن أنكر روحي إنكريت دي ذي ضفري إخلاص العبادة لله وحده إسبال الإزار النهي على كل بالشمال وفروع من الدين مسائل فرعية فقهية وي طانك إنكريبا قالوا إجماعا عند المسلمين كور إنك إلهي أشرك يالي شيخ يوسف معاي كونين شيخ عيدروسي أحمد البدوي شيخ رفاعي شيخ هبلك بريسي شيخ هبلك عبد الله ورسمي دبتها طيب بالقوة كور وياي فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله إله إن عباد الله سفك روح الديدي قد قال لما يزيد قل يا روسا من ربي قد قد قال لما يزور صوصعضة طيب هذا سبحان الله ضبط الله قال حقا شرك الدفاع هاي واجتمع فيهم ناقضان ناقض الولاء والبراء وناقض الشرك والكفر بالله العظيم مرك الله بضع سبحانه ويكواسي جهاتك وكفض بدنها جهاتك أمزهم بوك إلا الله قال لهم حكا خير بدن سمتريا دو سمرين لبابيا كا خير بدن لكن انت واسكو درينا كو نو افوفينا حقا نو افوفينا كلي دنك استو ضاقنا ان شاء الله تعالى فكيف بمن انكر اخلاص العباده لله وحده يا واخلاص الدعوه بريض ان لو صافي غريو يا والاستغاثه كلمه طلبك يا غرغارسك يا والنذر شرطك يا والتوكل تلصارتك يا وغير ذلك من اوال العباده عباداتك ودن بنينك ديد الله لو صافي غري الهي اولياء اسكو درهايا طيب اولياء الله اديك اللي الله وانبياء شو اولياء الله البيا لكن اسرائيل نمنك وحا قبا ودن بو ان لا بابا شو مشركين وي وهذا هو اصل يناقض اصل الدين عند اهل 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 الدعوه النجديه يا جمهور اهل العلم طيب يا شيخ إرشاد حامد هو شيء أنا كسوه الله لكن ما كلام فاين دونا تأويلكم ماشان ما قالوا حتى ابن تيمية حولي الفروع المجمع عليها تأويل لا يعتبر تأويل كل لا يعتبر شرح العمدة مجلد لباد صفحة اللي احنا أفراد بلال الآخر تأويلكم مسائل كخفق وقلا طيب هذو منكم ما أنت نبي محمد كفريو نبي محمد نبي ما هاي محاجرة وحام برباريو وحيسو أدلة عقلية وسمعية فطرية وحيث تستطيع أنه لأنه رسول الله وكاذب أها ساحرة وإني تأولت ذلك محن كلنا
من تأول أن محمد صلى الله عليه وسلم إنه صن رسول أهين شيخ رشاد محيان وكالي أنا هاي تأويل كوانا حدود أصمينه محاكو اسم جيدي إلهي كل إن العبدون محاكو تاغن أبدا أبدا إلهي كل إن هلا عابدون أصل كدين تاكو تاغن رسول قال الله هو أصل الدين وي فرقه ما دحي سجد اللسان من رب الذي ما هذا بسجود من حيث الليل انما هو خرور الى الارض ووضع الجبهه على الارض مع قال دي ابدا اصماد لا تغير من حقائق الشيء طيب هذا خمر عبت اوترا معها ومشروبات روحيه بياكل وي فور خمر ما بياكل وي ايسيت بن عبي مع قال دي روحه شيكتي وحد الله اعتبار ماله حقيقة أهم شيء دينيا محوي هاي وحكم كلا صاري ميزان كان با شيء كلا صاري عياذا بالله وات واتا 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 وحيلت هاي لو كرر موسوع العليي وحي أباهن تاي مركب مسائل كان لقاها الله إن دي بلود دراسيو دعوة محمد على ماذا كانت محا أمد اللوية رهي ضدك اللوية رهي محي أهايين إلا يسفهمهم جدا وي مشرك العرب وكفار قريش ميسن آمن سنين أصنام تاني عابدها يا إني أدونك أبو ريك أما أي ربياليه إلهي اللبا تاويل بكسو قوريه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هي سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وينو إرجين هيان وينو شفع قاضي آخر يا أدومبا يا ألا ينور دوين بهاي إنه أوريدا من عابد جل هدي اللي وجد من آمن سنين إن يدونك أبورين أما أديك أبورين أما أباه يا أوغا أبورين ها لكن هدي أوجد من عابد جل أيغا ربي إلى يمان كآمن سنين إلى هين كآمن سنين بمعنى وأن بري جري أولياء الله قبله أن هيس جري وحطوا علي جري أولياء الله أذين سادة على ورثمية تي غاجرت يا محمد مساحو أهيد المهم وكاس اولياء الله يعني فنان ذي بيك شيء صدق عليه قبلها مسجد كتم كتمنا شيخ عبد القادر الجيلاني ممكن يقول الله لين الا لباح ولا قين وحلا لا لقيا جيلاني سيد الضبيش اضاء الدول وحنا دار دفيا جيلاني مركا كير روا ما سوى حوري هبين لقى سيحدي جيلاني وجوكسو نوراني وجوكسو جاس كان حلان كو قدني جوكسو هرات جوكسي وحكى صبابي ولا من سنة أوليده إني لبريا لي هذا هاي أو كربة فيدك كنت يا عبد القادر كاشف الكرباي محو هاي لنا قطب على أوج المعالي إمام الكل في طرق الوسال له التمجيد والتمكين حقا له المجد المؤثر يا موالي عورا بلقاض هيا رسولك حال أمس أدونك أنا وكلا هايو أسوق حكينو خير يا شرب أسوق عن تكو هايو أوليد سدوا كله أقطاب يا أوتاد يا نجوى يا بدلا جري والله قبل أدونك أفر وذات باكل جوز أفر تجه كونفور يمحو هاي وقوي بري يا قلبيت أفر وذات تطبع لي أيو محو أكسي سرعيسو تطبع قاردو كلا جوغا أفرتن أيو صدح بقول ينين الغوث الأعظم لي هذا طيب واسوق قرقاربا يا إمام البدلاء وأمير النجباء
وغياث الفقراء جد وقم واسمع وبادر وحاسو أوامر وحكود عن شعب دغادر سيدي الله والله بريها هيا هاو شاسي ينبين لغا شيئا ما في عنو العباد أو محوها استغاثة أو برياء أو تلصاردة أو أولياء كعبسة كل والله لها كفار قريش يأذي وحيدين دحية وحنو قاضينا مشرقة صومالية بانك الله إياه شيخ رشاد مسار هذا هو شاء الله سعده المهم وحقود دحية مجرى وحقود دحية إنا أولي لأنه إسلام بانه أصونا أولها محوى أنغونا سيدنا عن قصة حناي أضو واحد إسكأ من سنتهاي اعتبار ملها أبو جهل أصوه شرك الدفاع هاي أيوم بدر وقنو ذي نبي إلهي ببري بدر أبو جهل إلهي ببري وحو إلهي وأنا محمد مانت كان نجي خلدان الدين لا وإصاب الدين تزلانك كبحي إدوني إبراهيم وإسماعيل كعياره الله مانت زوقبو هدي أبو جهل بلا جوراه وقنوضة الله بري هيا يقنط على محمد صلى الله عليه وسلم وحدو إسكأ من سنتهاي ما هي وحقيقة وحاتهاي ويسوم جيران كفار قريش ويحجي جيران وعمر يسن جيران نكاح آتقان يقانين نذر بيقانين صوم سنة يقانين صدقة قراب حريص بيقانين انت آثم يسودن بيسمين جيران يشركي الله قدره نفس الشيء وي نبي قو حكاء من سنة نوالا أو مسحورة أو مجنونة أو كاذبة أو بنالاء بكاء من سنة أيو انت كاء من سنة لقد قلتنا ولا باباش إن أنك كأم سنت هو هذه تكفير أو خارجة أو ضبط كتيم بريزن أو لقصوا دري معه هاي تل أبيب لقصوا طري حيفا ملا لقك يعني ما معنا كورن ميس وآمن كأك عرب كأم من النبي يقول ولا يها مجنون يا لا يعتبر واحد كجر تقال لما ما يها مع سلام نبي يقول ما كلا قادن شعب يا مصعفين بجر هوان يا عرور يا ريمي يا مكس يا إندر مقرطها تفكأها أكابر بهيشة مش أبو جهل أيو أبو سفيان أيو وما يوتنا خلف أيو ومحوها وليد يا ضد كاس ضد كايس أنت كو آخر يوم بالله قيبين جري موسم كحدك شو بقى قيبين هاي شو هذا اللي قدرنا يا شعبك هاي ساس هلا يدي وكيم محوها سحابي طفيل معاهم من كده خلاص وقر صدي صوف ده هلوس وقري سو نو أخيار ولي بقصد لنا يا ده صوف دعائد بالغفري ده صوف لوس وقري وحالي ما كان ما كتكتو ننصاب أو مصيبة أو حشقة ضد كضوف صدا جري يان لقو دوبسني دوكوسات كا كمبرين دغه فرغ شو حرني وين باتي بلاد روح بالالفانت دغيب وحو فودي فودي نبي هذا الكيس با غلي و خي بو دغايستاي هادونا سي فيعن بو بخي و اسلامي با يعني امه الشائعات كا لو اخريا وحب معنا كيني مش اما دغه سوف لو غشو اما يا لو غلينين مشرك باتاي شئت ام ابيتا هاو شاسيا وحب لو غوينين فرقي او دخيا كفار قريش ولو جه هذه يا مشركي يومنا هذا أو زماننا هذا فرق مؤثر معها لا يؤثر فوارق ذي أوصافت بين الشيئين وإن فوارق مؤثرة في الحكم أن نقطه هذه أي نقوم ويده وفروق لاغية لا معنى لها ولا أثر لها في الأحكام الشرعية شيخ حوري وكور بوري فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الدعوة والاستغاثة والنذر والتوكل وغير ذلك ومن أنواع العبادة قيبه كالدونا عباده أي لهين ننك إنكرا كور إله إن لو سافي قريب وإله كالي عابد والديدي ومع ذلك يقاتل ويموت دون شرك والدقالما هيا أو كوجة هذا هيا وسيا كوجة هذا هيا التي أنواع سمع عبادك لا تصلح عن أنسوبا إلا لله وحده ألا كل يوم بأصوبة حق ألا إله كل إله هو إلهي حق لها هذا أحد كلا سيزه وشرك يا قالمة أقرب مثال نبي محمد وأضون بشر مخلوق إلهي كرامي وما مصي دعوة الرسالة الدين الله صدره حق صبنه لها هذا أبو بكر سنك ورمى رسول يا النبي معها هذا أبو بكر نوى الرسول يا النبي كورمى ما مسلمين بانه مسجالا نه ويا هي حق على الله هذا ان شعب عبد القادر سنه ما كنت دين قالتي مركا لو لو بشر او بني ادم كدحيس او ايمان كدحي او اسكو ميد او مخو اها دن ولبا اسكو ميد انتو الهي كفضل روح مويه هذه مد حقي روح الله سي لو غالو بهاي او حق الانبياء والمرسلين الخاص بنو جيدا هذه لا سيو أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي لسيو
ولو قالوا بترادي وما أقرب المخلوق بالمخلوق إلى المخلوق. طيب كور رمر كان ننكسي حق الخالق الخاص سبحانه وتعالى للخلائق والمخلوقات يعني هو خلد وهوشان يعني يقول له قوين هوشان يضع. طيب كما أركن ننك هذا الله هيو أبشر مية فضل هي وات 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 دواتي نكسو هاللي عاود نمبر ابتي وكسو هاللي بل حبين دمان سودا انا هو شافا فايو عاود جانس عشر كان كلهم يهلش. من انواع العبادة التي لا تصلح ان اسو بنين الا لله وحده لا شريك له ولا يصلح اسو بنين منها من انواع العبادات شيء مصوبنا لا لملك مقرب ولا للنبي المرسل سداسوي باكو قران ولا يصلح منها شيء لا لملك مقرب ملك الهي دوي ولا تتفضل كل اي درجه ومصوب ولا للنبي المرسل نبي الله صوت درينا ومصوبة النوع من العباده انه قاته ام الله سي نبي من حق قادن كريم ملك بان قادن كريم وحق خاص الله سبحانه وتعالى نينك الهي حقي سقر مري احد كلا سيانا وقالوا بهايا نذرك الله اسكلي وعباده وانك صوم رشيق العباده وحق خاص الهي ليه يوفون بالنذر مؤمنين تلقوا اماني وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اذا شيء لا امانه ام الله يسامره ومن العبادات شيء يقولون عباده وحلو قرطوان الا امانه اما روحي سمي الله امانه اما ادري ثواب لقر رتبه اما امر اكوي ماده اما الله يسكرب ما دام وحاران يا الا قطعنا اي مركه واجب الدين اي نقطه اذا شيء مر باهضو سقناده انه عباده يهي فصرفها لله توحيد واخلاص وصرفه او صرفها لغير الله شرك وكفر وركو اسكو كوبان يا وحان اسكو بصو ما عباده مسماها هذا انه بصنا انه عباده يهي اله الا سيو والهم من لا ادو ودين يتوحيد لو دواشوي الا وعيه وإله غيرك يا أولي يا أهل قابور يا ملائكة يا أنبياء يا أبو توين لسيو وشرك يا كفر يا قالموا وحين يكرب هو واجب دين أوي شيء ما عبادة اسكسو حقيج ألا كلي يبقى اسكلي ولا يصلح منها شيء لا لملك مقرب ولا للنبي مرسل التي عبادة سو أرسل الله إلى أولاد ري جميع كتبه لأجل معرفتها أرسل الله إلهي بعد صدر دروي جميع كتبه أنزل الله بما معناته لأجل معرفتها أيضا إن لقرته وعبادة لقرته أن وعد إذا لقرته بإلهي كتب أسود دجي مش أنزل الله بين نسخ القرى هي يعني نصاصة نصحة. طيب يا والعمل بها إن لقوا رقمه التي عبادته هي أعظم شعائر الإسلام عبادته هي أنواع العبادات وشعائر أحكام تجمع شعيرة وأستامها هي مقالة الدينية هو وين وين التي هي أيضبا أعظم مد وينها شعائر الإسلام الذي إسلام كاسو هو معنى لا إله إلا الله إسلام كاللقوشي أوردنبا ومعنى لا إله إلا الله فمن أنكر ننكي إنكره ذلك أرنكاس ديدا إله إن عباد الله سافقر كلي إلا عابد كلي إلا تلصارته أسقى الله بري أسقى الله سديبه أسقى الله قعب صده وأبغضه نعه وسبه عاية ودلعيو عمبارية وسبه دنا عمبارية ودلعيو أهل ودتك ودتوحيدك خالصك وتكفيريين وخوارج وبرلدول ومحوها إنير مقرط وقليا ماير ونبديد وديقعب وموريان دينيد ومحوها حكم بيكدون هيان كرسي بيكون ربان ضد قرآن بيقاليسين هيان أمدي دين تكسار هيان انت اصو كار بالوحين هيا. طيب مركا قاركم مثل رغاجين واي مبدا قبيل بالكين مركا دم نمن ري هبل وماشن سلطنه هي با مركا دم لورن هيا او وصب عاي اهله وسماهم كما عاب الخوارج جداد فهو الكافر حقا شو وزوج بقبي توحيد كي نبي الله سو دري امده نينك اوغو ييريا اي او شيغا هيا حق إلهي خاص كأولا هلا سيالي يعني ميتي له سوق سن له
نينك حق الله دغالما نينك ودنا دلعي عنبري وكافر وسماهم كما غعبا الخوارج فهو الكافر اصقم با قال حقا سدبه الذي كافر كاسو يجب قتاله ان الله دغالما واجب حتى يكون الدين كله لله الى اي دين تو يا اسلام دمانتيد الى هي لوغا دمبيو باجماع المسلمين كلهم والله سبحانه وتعالى اعلم. فصل بلغك اسكي استغفر ربنا واجر هذا بالله التوفيق.